رشدي اباظه، رشدي اباظه اتحط في حته يعني ما حدش كان يتخيل ان رشدي اباظه عنده كل هذا الكم من الاطفال. بس اقنعتيه ازاي؟ لا ما هو كمان انا كمان عندي كم من الاطفال ابويا. لا سميره احمد عندها من الجرأة انها تعمل كده. رشدي اباظه من اختياراته هو مركز في حته واحده. عشان كده انا بسالك، يعني انا افهم انه سميره احمد تطلع اتخيل انك ممكن توافقي وانت في سن صغيره يبقى ابنك فيه. في نجمات تانية تخاف من الحكايه. رشدي اباظه انه يطلع عنده الولاد دول ويطلع الراجل الزوجه ابو دم خفيف المشربات بجد يعني. ازاي يا لا ده هو اللي قرا الروايه واتجنن. يعني اتجنن على الروايه نفسها. وعلى الكاست اللي معانا. كل الممثلين اللي موجودين. يعني شيء اكثر ما يميز رشدي اباظه. شوفي هو كان يعني اولا يحس بالمراه جدا، وفي نفس الوقت انا كنت لما اروح الشغل يعني عندنا تصوير النهارده. انا مش كل يوم عندي تصوير. أيوة. لكن انا كنت بروح بقى. أيوة. وعندي اوضه وكل الممثلات عندهم اوض بتاعتهم يغيروا فيهم، يلبسوا الراكور الحاجات كده يعني. فكان يبعت لي ورده جوه الاوضه يوم التصوير اللي بقى. يعني شوفي يعني يخليكي تحب الموقع اللي انت بتشتغل فيه. بجد يعني كان حكايه لوقت تانية. طب انا هروح لفيلم، فيلم السر. كتير ما وقفوش عند الفيلم ده، لكن الفيلم ده وانت بتتفرجي عليه كانه فيلم نقدر نقول عليه بنت سن خواجه. بس يعني ايه ما وقفوش عليه؟ يعني ما سمعتش سميره احمد بتتكلم عن الفيلم ده كتير. لا ازاي؟ يا ده انا كفايه يعني كفايه اولا اخراج الاستاذ عاطف سالم وده مخرج رائع. دي حاجه. الحاجه الثانيه الموضوع عجبني قوي. كانت معايا الفنانة نبيلة عبيد، كنا طالعين اخوات انا وهي. فكان في مجموعة جميلة جميلة من الفنانين. خيرية اختي كانت عاملة دور حلو قوي اللي بتلعب معايا. بتلعب ايوه. انما وحسن يوسف ويعني كانت رواية جميلة جميلة جميلة. محمد رشدي. وعلى فكرة انا من الناس اللي بتحب صوته. صوته حلو. فكان طالع اخويا. فيعني من الادوار المختلفة.